سلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. عواشركم مباركه، كيف ما كنعرفوا رمضان على الابواب. الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه بصحه وسلامه وبكل ما تمنيتوا يا رب. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي يكون مغربي بامتياز. غادي نشارك معكم سلو المغربي التقليدي على حقه وطريقه وبطريقه سهله. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات، وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجة ممتعة. بالنسبه للمكونات البنات اللي غادي نحتاج في تحضير السلو، عندي هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا معايا، سبق لي ديتو عند العطار وطحنو. بالنسبه للمكونات اللي درت فيه، عندي نص كيلو ديال الزنجبيل المحمر، نص كيلو ديال الكاوكاو محمر، ونص كيلو ديال اللوز محمر. زدت عليهم معلقه كبيره ديال السكر كلاسي، معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع. زدت عليهم شويه ديال المسكر الحره. صافي ديتو عند العطار طحنو على هذا الشكل، هذا كيولي الخليط. المهم بالنسبه للكميه البنات كتبقى على حسب الكميه ديال السلو اللي بغيتوا ديروا. غادي ديروا المقادير المهم على حسب الاختيار ديالكم. عندي نص كيلو ديال الزنجلان، انا هنايا درت رابعه خليته هكا حبيبات هكا صحاحين محمر، وعندي رابعه طحنته على هذا الشكل هذا حتى هو محمر البنات. عندي نص كيلو ديال اللوز بقليه قليته وهرمشته على هذا الشكل. عندي 3 د المعالق كبار ديال السكر كلاصي. المهم بالنسبه للسكر كلاصي البنات كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني غادي تذوقوا الحلاوه وعلى حسب المقادير اللي غادي ديروا تذوقوا الحلاوه اللي كتبغيو غادي ديروها. عندي نص كيلو ديال الطحين فرينه سبق ليا وحمرته على هذا الشكل هذا. عندي معلقه صغيره ديال حبه حلاوه مطحونه، معلقه صغيره ديال النافع مطحون، ومعلقه صغيره ديال القريفه مطحونه. صافي دابا على بركه الله غندوزوا لطريقه التحضير. على بركه الله البنات غادي ناخذ طبيس هكا كبيبر اولا شي قصريه الى عندكم، وغادي ناخذ هذا الخليط هذا اللي سبق لي قلت لكم طحنته عند العطار، وغادي نديرو بسم الله طبيسل. المهم كيف قلت لكم البنات بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الكميه ديال السلو اللي بغيتوا ديروا. دابا البنات غادي نزيد على هذا الخليط هذا نص كيلو ديال اللوز اللي سبق ليا قليته وهرمشته على هذا الشكل. غادي نزيد عليه 250 غرام ديال الزنجلان حتى هو محمر ومطحون على هذا الشكل هذا. معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، معلقه صغيره ديال النافع مطحون، ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه حتى هي مطحونه. بالنسبه لحبه حلاوه البنات ما تكثروش منها بزاف حيت كتمرر لنا المذاق. 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي سبق ليا البنات وغربلتو. وي بالنسبه للسكر كلاصي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ودابا غادي نبدا ندير الطحين اللي سبق ليا وحمرتو. انا درت البنات نص كيلو، وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نبدا على بركه الله نجمع هاد المكونات كاملة مع بعضياتها. واحد الرويحة يا البنات ديال القريفة ديال النافع وحبة حلاوة، يا سلام. بالنسبة للمسكة الحرة البنات إلا بغيتو تزيدو كيبقى لكم الاختيار، زيدو شي شوية. أنا سبق ليا ودرتها مع الخليط اللي طحنت عند العطار. صافي اكتفيت بديك الكمية اللي درت. دابا البنات من بعد ما جمعت شويه المكونات على هذا الشكل هذا، عندي هنا شويه ديال الزبده مذوبه غادي نزيدها على هاد المكونات باش نجمع بها السلو مزيان. نتوما البنات كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوا انكم تكتفيو غير بداك الخليط راه حتى هو كيطلق لنا الزيوت ديالو بالنسبه للزنجلان وكاوكاو واللوز، يعني تجمعوا غير به ما تزيدوش الزبده، كيبقى لكم الاختيار.
حاجه اللي غادي نضيفها هو الزنجان. عندي هنا ربعه ديال الزنجان سبق لي وحمرته هكا خليته كيف ما هو يعني حبيبات هكا. غادي نضيفه هو اخر حاجه صافي. وغادي نحاول انني ندخلو مزيان مع هاد المكونات تيتجانسو مع بعضياتهم. كيف قلت لكم يا البنات وجدوا لنا الجديدات ديالكم هادشي خصو الخدمه مزيان. حاولوا انكم تدخلوا هاد المكونات كامله مزيان مع بعضياتهم. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا من بعد ما زدت شويه ديال الزبده وزدت جمعت بها سلو كيجي على هذا الشكل. هذا هو الجمع لينا صراحه كيجي معلك واحد الريحه البنات كتحمق. حتى الطريقه كيف ما شفتوا معايا راه ساهله ماهله دغيا كنجمعوا المكونات. ولا بغيتوا البنات تكتفيو غير بداك الخليط يعني داك الزيوت ديال الخليط اللي كيطلق لنا الزنجلان وكاوكاو واللوز ممكن تكتفيو غير به يعني ما تزيدوش الزبده. انا فضلت هذا العام هذه نزيد شويه ديال الزبده وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي البنات خليكم معايا باش نكمل التزيين ديالو في الطبق ونشوفوا الشكل النهائي. بالنسبه لي انا غادي نخليه في الطبق هذا وغادي نحاول انني نقدمه فيه يعني غير باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو كيفاش غيجي. وبالنسبه لكم نتوما اي واحد ممكن يزينه بالطريقه اللي بغا. غادي نحاول انني نوزع السلو على الطبيس اللي عندي كامل بهذه الطريقه. كيف ممكن انكم تزينوا غير اللي غادي تاكلوه غير باش تشوفوا معايا كيفاش غادي يجي الشكل ديالو. نتوما بطبيعه الحال راكم غادي تحطوا الكميه اللي غادي تاكلوها او اللي غادي تقدموها. صافي دابا كيف ما شفتوا معايا بعد ما شكلت السلو اللي عندي على هذا الشكل هذا درتو على شكل داك اهو. غادي ناخذ شويه ديال اللوز سبق ليا وقليته وغادي نبدا نديرو بالطريقه هذه. وغادي ناخذ شويه ديال اللوز سبق ليا قليته هرمشته على هذا الشكل صافي. وغادي نبدا نوضع اللوز بهذه الطريقه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال السلو. بطبيعه الحال كل واحد كيزين الكميه اللي بغا بالطريقه اللي بغا. كنتمنى ان طريقتي في تحضيره تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو والاقتراح ديال اليوم ما تنساونيش من لايك لايك والبارطاج الفيديو والقناه. ما تنساوش البنات تدخلوا عندي لاباج ديال الانستغرام اللي غادي تبان لكم على الشاشه. مرحبا بكم والف مرحبا وعشركم مباركه. نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.